أناد نهم أشبع جوعك المعرفي. رغم أن التاريخ حافل بسيدات عظيمات غيرن مجرى التاريخ، إلا أنه يتناسى دائما هؤلاء العظيمات التي حكمن المنطقة العربية وخاصة في شبه الجزيرة العربية، سواء عن طريق إسقاطهن من ذاكرة التاريخ أو عن طريق إخفاء تاريخهن. فمن بلقيس حاكمة اليمن إلى فاطمة آل سبهان حاكمة وسط الجزيرة العربية، قبل أن تصبح هذه الأخيرة خاضعة لحكم آل سعود وتتحول إلى السعودية. فاطمة بنت زامل بن سبهان بن حمد بن راشد من آل خليل من آل جعفر من عبدة من قبيلة شمر المعروفة، وقبيلة شمر من أشهر القبائل العربية وأكثرها انتشارا في شبه الجزيرة العربية والعراق والشام. ولدت فاطمة في عام 1860 في منطقة حائل، أحد أكبر الإمارات في شبه الجزيرة العربية. كانت الأميرة فاطمة تتمتع بنسب وعائلة حاكمة قوية، مما أعطاها شخصية فريدة من نوعها. نجحت أن تحكم في مجتمع يعتبر المرأة غير صالحة للحكم أو العمل، فوالدتها الأميرة هدلة بنت عيسى بن عبيد الله آل علي آخر حاكم لوسط الجزيرة العربية من سلالة آل علي، ووالدها الأمير زامل آل سبهان، ويعتبر هو المؤسس مع صديقه عبد الله الرشيد لإمارة آل رشيد. ولكن هذا ليس سبب قوتها الوحيد، ففاطمة هي المرأة الوحيدة التي تصدت لآل سعود خلال محاولتهم توسيع حكمهم وضم مناطق شبه الجزيرة العربية، وكذلك نظام حكمها الذي تميز بالحكمة والشدة في نفس الوقت. كانت طريقة وصولها للحكم درامية نوعا ما، فبعد أن تزوجت ابنتها الأميرة موضة من الأمير عبد العزيز آل متعب آل رشيد سادس حكام حائل، أنجبت له موضة ابنا واحدا هو الأمير سعود، وكان ذلك في عام 1899. وفي عام 1908 شاءت الظروف أن تثور الجموع على الأمير سعود آل حمود آل رشيد حاكم حائل آنذاك، وقاموا بعزله، وكان لابد من تعيين أحد أفراد أسرته خلفا له، ولم يجدوا سوى الأمير سعود بن عبد العزيز آل متعب ابن الأميرة موضة وحفيد الأميرة فاطمة. إلا أن سعود لم يتجاوز عامه التاسع حين تولى مقاليد الحكم، فكان لابد من وصي عليه لإدارة شؤون البلاد، فتولى الوصاية عليه خاله الأمير حمود بن سبهان آل سبهان الذي أدار شؤون البلد عدة أشهر قبل أن يتوفى، ثم تولى الوصاية على الأمير سعود قريبه الأمير زامل آل سبهان. ولكن الأمير زامل كان كبيرا في السن ولم يلبث أن توفي في أواخر عام 1910. لم يجد أهل حائل بدا من تسليم الأميرة فاطمة آل سبهان جدة الأمير الوصاية عليه، وبدأ عهد فاطمة آل سبهان عام 1911. أمسكت الأميرة فاطمة بزمام الأمور جميعها، حيث كانت المسؤولة عن خزانة الدولة والأمن الداخلي والعلاقات الخارجية. ورغم أنها لم تخض أي حرب بنفسها، إلا أنها تولت مسؤولية الجيش والدفاع عن حائل، فكانت مسؤولة بشكل مباشر عن تجهيز الجيش وإعداده، وعملت على تطوير أسلحته. عرف عن فاطمة الشدة في الحكم، فقد قامت بسجن كل من حاول التشويش على الحكم أو إثارة القلاقل في المنطقة، لدرجة أنها سجنت بعض أقاربها من عائلة آل سبهان، حتى أن أحدهم قد قبع بالسجن لمدة تفوق السبع سنوات، ولم تأخذ بشفاعة أختها التي توسطت لإطلاق سراحه. كانت فاطمة جهورة الصوت وقادرة على مخاطبة الجموع وحشدها، فكانت تجتمع بالوفود وتتفاوض معهم وتخطب في الجموع وتحمسهم، واشتهرت بأنها كانت تستطيع القراءة والكتابة، بل إنها كانت متعلمة وعلى قدر واسع من الاطلاع والثقافة، وكان يضرب بها المثل في القبيلة لرأيها المفصلي وكلامها النافذ. تركت فاطمة الحكم لحفيدها الأمير سعود عام 1911 عندما بلغ 15 من عمره، ولكنها كانت تحكم من وراء الستار، فكان الأمير سعود يأتمر بأمرها وينفذ كل سياستها تنفيذا حرفيا، حتى أنها أمرته بالزواج من إحدى حفيداتها وهي الأميرة لؤلؤة بنت صالح بن سبهان. اشتهرت فاطمة بعداوتها لآل سعود وكرهها الشديد للوهابية وأهل نجد، ويقال أنها قالت عن آل سعود ليس لهم منا سوى السيف،
وهو ما حدث بالفعل في عام 1915 عندما خاضت حائل أول حرب ضد آل سعود وألحقت بالسعوديين هزيمة فادحة في معركة عرفت باسم موقعة جراب، ونسب الفوز في المعركة إلى الأميرة فاطمة التي حركت الجيش وشاركت الأمير سعود حفيدها في وضع الخطة. ويروى أنها اجتمعت بالملك عبد العزيز بعد السقوط وأعطته مجموعة من المفاتيح وقالت: هذه مفاتيح بيوتنا، بإمكانكم التأكد بأنفسكم أنها لا تحتوي على أسلحة. ومما يدل على قوة بأسها وكبريائها أنها قالت أن حكم الرشيد قد وقع ورفعناه ووقع ورفعناه، وكان آيلا للسقوط أصلا. لن تجد قصة الأميرة فاطمة في التاريخ السعودي أو في غيره من كتب التاريخ، ولكن ستجده حتما في كتابات السيدة جرو تدبيل المندوبة عن الحكومة البريطانية التي تم إرسالها إلى شبه الجزيرة العربية. وقد قالت بيل في كتاباتها: لا أحد يكره الوهابيين والسعوديين في الجزيرة العربية بقدر فاطمة آل سبهان. وذكرت بيل أيضا في إحدى رسائلها: فاطمة تحكمهم جميعا، هي امرأة ذكية وتستطيع القراءة والكتابة. توفيت فاطمة في ثلاثينات القرن الماضي عن عمر ناهز 75 عاما، تاركة إرثا من المجد لم ينبشه إلا القليل من الباحثين، لتصبح فاطمة المرأة الوحيدة التي هزت عرش آل سعود. ومن الأمور التي وجب التنبيه إليها أن الصورة الوحيدة المنتشرة لفاطمة آل سبهان هي صورة مزيفة لجارية تركية كانت تعيش في قصر الحكم، ولا توجد صورة واحدة لفاطمة آل سبهان حتى الآن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب، وإن أعجبتك القناة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك، وليصلك جديدنا قم بتفعيل جرس الإشعارات. كل الحقوق محفوظة لقناة نهم، قناة نهم أشبع جوعك المعرفي.